معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية شيخ يحيى السنبل. مرحبا بكم وكل عام وأنتم بخير. هناك أنباء عن فرض القوات الحكومية إجراءات أمنية مشددة في ثاني أيام عيد الفطر المبارك في قضاء الطارمية. لماذا تتعمد هذه القوات الحكومية التجديد على مناطق معينة في هذه المحافظات؟ أحييك وأحيي مشاهدي قناة الرافدين. حياك الله أخي الكريم. ما يجري في الطارمية لا يختلف عما جرى في المناطق الأخرى في جرف الصخر وفي ديالى من محاولات لوضع أيضا أو جعل بعض ما يرتكب من أعمال ولا يمكن التأكد من كونها قد قام بها أحد من سكان المدينة، وإنما تعتمد هذه الميليشيات أو القوات الأمنية المدعومة والذي أغلب أفرادها من الميليشيات على اعتماد أي عمل يكون هناك في سبيل اعتقال الأبرياء وفي محاولة تهجير السكان المحيطين بما يجري في هذه المنطقة من أعمال. لذلك ما جرى في الطارمية قبل يومين بحجة أن هناك تفجير في وقت أن هذه المنطقة مسيطر عليها سيطرة كاملة من القوات الأمنية ومن الميليشيات، فمن أين دخل هؤلاء الذي قام بعملية التفجير؟ السكان المحليين معروفين لكل الأجهزة الأمنية بأنهم لا يملكون حتى قطعة سلاح، وقد شنت حملات عسكرية على أهالي هذه المنطقة منذ 16 عاما ولا زالت، ولكن الهدف من هذا التجديد هو التضييق على الناس لمغادرة أراضيهم ودورهم ولإجراء تغيير ديموغرافي وسكاني بما يحيط مدينة بغداد. يعني كما تفضلت القوات الحكومية ترجع إجراءاتها إلى قتل وإصابة 8 جنود من القوات الأمنية. على هذه الفرضية نتساءل، ألم تعلن الحكومة في بغداد انتهاء الأعمال العسكرية أو ما سمته النصر على الإرهاب؟ يعني هل هو ضعف أمني إذن بحسب هذه الرواية الحكومية؟ الحكومة تتحمل هذه المسؤولية، هي من أكدت على مستوى الرأي العام المحلي والعالمي بأنها قد أنهت كل أو تمت السيطرة بشكل فاعل وكامل على مجريات الأحداث على الأرض العراقية بشكل كامل. ومنطقة الطارمية منطقة ملاصقة أو من ضمن مناطق حزام العاصمة، لذلك وقد جرى تسجيل أبناء هذه الناحية أو القضاء تسجيلا دقيقا من قبل الأجهزة الأمنية، ولا يملك منهم أي فرد أي قطعة سلاح، لذلك كيف تم هذا التفجير؟ ولكن هناك مخطط ممنهج يقتضي إحداث هذا التفجير من أجل أن يكون الذريعة والوسيلة لطرد أبناء هذه المنطقة من مناطقهم، والشروع بخطة خبيثة وغادرة لتغيير التركيبة السكانية لهذه المناطق. نعم، إذن بالتزامن مع هذه الأعمال تقع أعمال انتقامية من هذه الميليشيات ضد المواطنين، ومع تكرار هذه العمليات أو الأعمال هل تتوقع أن يكون هناك تواطؤ حكومي من القوات الحكومية لشن تلك الميليشيات هذه الأعمال الانتقامية على هذه المناطق؟ نعم، عندما تكون هناك أي حادث وتتهم فيه الحكومة، لكن هو يكون الذريعة من أجل اعتقال المواطنين ومن أجل أن تطلق يد الميليشيات في التضييق وفي الاغتيال وفي قطع الطرق وفي مصادرة الأموال، كل ذلك يحدث بناء على ما يجري أو يتفق عليه على عملية تقوم بها ميليشيات أو جهة مجهولة، لكن تكون الذريعة لمحاسبة ولاعتقال الأبرياء والتضييق على المواطنين في سبيل
ترك مناطقهم. لذلك عندما يقول ما يسمى الخزعلي أن تكون هناك أمور مثل جرف الصخر، جرف الصخر قد غادرها أهلها بشكل كامل وقد تمت إفراغها من جميع سكانها. مدينة جرف الصخر ليس فيها حتى بشر، لذلك عندما يريد هو يريد إفراغ هذه المنطقة بشكل كامل من سكانها. إذن بات الهدف معروفا بعد هذه التصريحات من قادة الميليشيات، أن الهدف من وراء ذلك هو عمليات أو أعمال ممنهجة لإحداث تغيير ديموغرافي في مناطق معينة. يعني أن تكون الطارمية كجرف الصخر، ما تداعيات ذلك على أمن العراق؟ تداعيات ذلك بالطبع هو كبيرة، لأن مغادرة أهل هذه المناطق وإحداث هذا التغيير وإسكان الغرباء، بل هناك إسكان لجنسيات أخرى من خارج الحدود تجنس بالجنسية العراقية وتسلم، وهذا يؤكد أن لا أمن ولا استقرار مستقبلي يكون مستحيلا في العراق. يجب أن العمل، لو كانت هناك حكومة تسعى إلى الاستقرار عليها أن تنفي هذه الصفة عنها وأن تساهم في إحلال الأمن والسلام بين أبناء المنطقة، ولا تضيق عليهم لمغادرة أراضيهم والسيطرة عليهم من قبل الميليشيات ومن قبل أفراد غير معروفين بالنسبة للعراقيين. شكرا جزيلا لك أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ يحيى السنبل.